السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات ثانوية عشتار الأهلية للبنات صف الأول متوسط، اليوم حيكون الدرس الثاني من المحاضرة الثانية اللي هي نظام التشغيل ويندوز. معكم مدرسة المادة الست مروة نزار. نظام التشغيل ويندوز، بعد ما أخذنا بالمحاضرات السابقة نظام التشغيل Operating System، عرفنا هو شنو معناه، قلنا هو حلقة الوصل بين المستخدم والحاسوب، عرفنا شنو وظائف نظام التشغيل، عرفنا أنواع نظام التشغيل. اليوم إن شاء الله راح ندرس بالتفصيل نظام تشغيل الويندوز، شنو مميزاته وشنو الواجهة مالته من شنو تتكون. يجيني سؤال انه نظام التشغيل ويندوز هو اكثر نظم التشغيل انتشارا واستخداما في الحواسيب، يعني هسه الاغلبية اللي يستخدمون الحواسيب يكون نظام التشغيل ويندوز. ليش؟ بسبب سهولة استخدامه وتعلمه. ليش؟ لانه يعتمد على الواجهات الرسومية للمستخدم اللي هي GUI، ويستطيع المستخدم التعامل مع جميع أجهزة الخزن والملفات والمجلدات الموجودة في الحاسوب. يعني شنو معناها؟ يعني كيفية إنشاء الملفات والمجلدات، كيفية التعديل عليها، كيفية حذفها إذا أريد أعدل على ملف معين عن طريق استخدام البرامج التطبيقية الموجودة داخل الحاسوب. وقلنا من الواجهة مالته نعرف شنو التطبيقات أو شنو هذه الملفات اللي موجودة على سطح المكتب. نجي على مميزات نظام التشغيل ويندوز أو نظام التشغيل النوافذ يسموه. أولاً سهولة تعلمه واستخدامه، لأنه يعتمد على استخدام GUI اللي هي واجهات المستخدم الرسومية. النقطة الثانية متوافق مع نظم التشغيل القديمة. النقطة الثالثة استخدام أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، يعني أفتح تطبيق معين، أفتح المتصفح، هاي كله بنفس الوقت. النقطة الرابعة يوفر حماية كبيرة للبيانات المخزنة داخل الحاسوب. والنقطة الخامسة يدعم جميع لغات العالم ومنها العربية. النقطة السادسة إنه عدد الأوامر اللي يجب أن يحفظها المستخدم قليل جدا. عندي سؤال، ما وظيفة واجهة المستخدم الرسومية اللي هي GUI؟ شنو وظيفة هذه الواجهة؟ هي تمثل الواجهة الرئيسية لنظام تشغيل ويندوز، وتؤمن للمستخدم التفاعل مع الحاسوب باستخدام كل من لوحة المفاتيح والماوس. يعني احنا هسه الواجهة الرئيسية لنظام التشغيل مالتنا، شلون دا اقدر اتحكم بيها؟ عن طريق استخدام لوحة المفاتيح الكيبورد والماوس. اذا تمثل الواجهة الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز، وتؤمن للمستخدم التفاعل مع الحاسوب باستخدام كل من لوحة المفاتيح والماوس. اجي هسه اريد اعرف الاجزاء الرئيسة لنظام التشغيل، او اريد اعرف بيئة نظام التشغيل من شنو تتكون. تتكون من اربع اجزاء رئيسية اللي هي الايقونات، القوائم منيوز، نوافذ منبثقة بوب اب ويندوز، مربعات الحوار دايلوج بوكسز. اذا الاجزاء الرئيسه لبيئه نظام التشغيل هي الايقونات، القوائم، النوافذ المنبثقه، مربعات الحوار. وهسه راح نجي نعرف وحده وحده من هذني شنو معناها شنو فائدتها. جعل الايقونات هي صور رسوميه صغيرة الحجم
شنو فائدتها أو وظيفتها؟ توفر سهولة الاتصال مع الملفات والمجلدات والبرمجيات المخزونة داخل الحاسوب، يعني هاي الصور الموجودة على شاشة سطح المكتب هي أسميها أيقونات. من شكل الأيقونة أعرف هذه شنو نوع التطبيق مالتها. إذا صور رسومية، واو، هاي صور رسومية صغيرة الحجم، توفر سهولة الاتصال مع الملفات والمجلدات والبرمجيات المخزنة داخل الحاسوب. يعني أبدأ أعرف أني هذا مثلا هذا مجلد، هذه أيقونة سلة المحذوفات، هذه أيقونة شبكة الإنترنت، وهكذا. إذا من يجيني سؤال ما وظيفة الأيقونات؟ توفر سهولة الاتصال مع الملفات والمجلدات والبرمجيات المخزنة داخل الحاسوب. التعرف النوافذ المنبثقة اللي هي بوب أب ويندوز تحتوي على إطار من الممكن استخدامه للتعامل مع النوافذ. وشنو فائدة النوافذ المنبثقة؟ إنه تمكن المستخدم من فتح أكثر من تطبيق في الوقت نفسه. زين، النوافذ المنبثقة يعني أنا من أفتح أي أيقونة هي هاي تسمى النوافذ المنبثقة، تحتوي لي على إطار، يعني هذا باعوا هذا الإطار حتى أقدر أتعامل مع هاي النافذة، أحركها أو أكبرها أو أصغرها، وتمكن المستخدم من فتح أكثر من تطبيق في الوقت نفسه. إذن ما وظيفة النوافذ المنبثقة؟ تمكن المستخدم من فتح أكثر من تطبيق في الوقت نفسه. أجي أعرف مربعات الحوار دايلوج بوكسز، تسهل تعامل المستخدم مع نظام التشغيل عن طريق الخيارات الممكنة المرتبطة بإجراء ما. يعني شنو معناها؟ مثلا نريد نحذف مجلد معين، من ندوس عليه أو نضغط عليه وكليك أيمن وديليت راح يطلع لي مربع حوار يقول هذا الملف أو المجلد راح يروح للريسايكل بين، تثبتين يعني yes or no، نختار هاي الإجراءات، هاي الخيارات الممكنة مرتبطة بإجراء ما. زين، أو أريد أثبت تطبيق معين، من نقول له install راح يقول هذا التطبيق راح يثبت على سطح المكتب yes or no، حسب المهمة اللي أني دا أقوم بها حتى يثبت لي أني إيش داريد أسوي. إذن مربعات الحوار تسهل تعامل المستخدم مع نظام التشغيل عن طريق الخيارات الممكنة المرتبطة بإجراء ما، سواء هذا الإجراء حذف أو نسخ أو تنزيل تطبيق أو أي إجراء آخر. هسه أريد أعرف النافذة ويندوز شنو معناها وشنو فائدتها. النافذة هو عنصر تحكم رسومي يتألف من مجموعة من الأشكال اللي ملفات، مجلدات، محركات، أقراص وغيرها، وأيضا إلها اسم ثاني اللي هو واجهة المستخدم الرسومية. معنى أنا هسه أشوفكم أنه بالتطبيق العملي شنو معنى نافذة وشنو معنى الملفات والمجلدات. إذن النافذة الويندوز هو عنصر تحكم رسومي يتألف من مجموعة من الأشكال ملفات، مجلدات، محركات، أقراص وغيرها. يعني من أفتح النافذة ألقيها تحتوي لي على ملفات موجودة بداخلها أو المجلدات أو المحركات الأقراص، وأيضا لها اسم ثاني لواجهة المستخدم الرسومية. هاي النافذة شو يحيط بيها؟ يحيط بيها إطار النافذة، وتكون عادة بشكل مستطيل حتى أتمكن من التحكم بأبعادها. إذا السؤال، ما الاسم الآخر للنافذة وما الذي يحيط بها؟ الاسم الآخر للنافذة هو واجهة المستخدم الرسومية GUI. شنو يحيط بيها؟ يحيط بها إطار النافذة. هذه هي شكل النافذة.
يحتوي لي على عدد من العناصر الرئيسية اللي هي شريط العنوان، تايتل بار، أزرار التحكم بحجم النافذة. هنا باعوا من هذه أعرف هي عبارة عن مجلدات أو إذا موجودة ملفات. هنا هذا شريط الحالة يبين لي المجلد أو الملف اللي فاتحته أني شنو حجمه وش وقت تاريخ إنشائه وغيره من الأوامر. هسه أني أريد أعرف شلون نتحكم بحجم النافذة ويندو. شلون أتحكم بحجم النافذة؟ عندي ثلاث أزرار رئيسية للتحكم بحجم النافذة اللي هي علامة هذه الإكس اللي هي لإغلاق النافذة. إحنا كنا نعرف نفتح أي تطبيق معين، أي صورة، أي ملف، أي مجلد، من نغلقه من علامة الإكس. الخيار الثاني اللي هو هذا تصغير النافذة، من عنده أقدر أصغره وأقدر أكبره، يعني أسوي النافذة اللي فاتحتها على كبر الشاشة، على كبر حجم الشاشة، أو أصغرها بنسبة معينة. هذه علامة الناقص أو الشارحة هي لإخفاء النافذة، تحول لي إياها إلى أيقونة صغيرة وين؟ شريط المهام. وهذا المربع اللي هو ماكسمايز هو تكبير النافذة، نسويها على كبر الشاشة. إن تكون على كبر الشاشة راح تكون هذه الإشارة طالعة، من أريد أصغر النافذة راح أضغط على هذا الاختيار. إذا التحكم بحجم النافذة عن طريق إغلاق النافذة، تكبير وتصغير، وإخفاء النافذة. نجي نعرف وظائف الماوس أو الفأرة. أول وظيفة اللي هي الاختيار select، من أضغط على أمر معين delete, copy, rename، هذا اللي هو select. الوظيفة الثانية النقر click، نضغط مرة واحدة فقط، نقول مثلا نضغط على الملف المعين والمجلد المعين كليك أيمن أو كليك أيسر، اللي هو هاي وظيفة النقر. دبل كليك اللي هو النقر المزدوج، من أستخدم دبل كليك معناته أنا أريد أفتح مجلد معين أو ملف أو تطبيق معين، دبل كليك. دراج أند دروب اللي هو السحب والإفلات، أريد مثلا أسحب ملف معين أو مجلد من مكان وأغيره إلى مكان آخر يسموه سحب وإفلات. شاشة سطح المكتب اللي هي ديسكتوب، هي الشاشة الملونة التي تظهر أمام المستخدم بعد تشغيل الحاسوب بدقائق معدودة. يعني من أشغل الحاسبة أول ما أشغلها تطلع لي شاشة ملونة وتقوم بتقوم بتحميل، يكتب نظام تشغيل ويندوز، تبدي شوية شوية تحمل وتظهر الأيقونات الموجودة على سطح المكتب. هي هذه شاشة سطح المكتب اللي هي الديسكتوب، اللي هي هذه شكلها. كيف يمكن التحكم بشاشة سطح المكتب؟ يعني أنا شلون أتعامل ويا شاشة سطح المكتب ويا العناصر الرئيسة الموجودة على سطح المكتب؟ عندي طريقتين حتى أتحكم بها. الطريقة الأولى هو التحكم بواسطة الماوس اللي وإحنا هسه كنا دا نستخدمه، يعني أنا من دا أستخدم الحاسبة، من دا أفتح تطبيق معين، من دا أضغط على اختيار معين، شنو دا أستخدم؟ دا أستخدم الماوس أو الفأرة. هذا أول طريقة للتحكم بالشاشة سطح المكتب. الطريقة الثانية اللي التحكم بواسطة اليد، هذه شو وقت أستخدمها؟ من تكون شاشة الحاسب مالتي تاتش سكرين، اللي هي شاشة اللمس مثل شاشة الموبايل أو شاشة الحاسب. أنا شو أستخدم حتى أتحكم بها؟ أستخدم الإيد زين، أو أستخدم أقلام خاصة لهذا النوع. بعض الموبايلات، بعض الآيبادات أو الحواسيب إنه الشاشة مالتها يجي وياها قلم معين زين، هذا القلم أستخدمه حتى أتحكم بالعناصر الرئيسة الموجودة على شاشة سطح المكتب. إذن طريقتين للتحكم بها بواسطة الفأرة
أو بواسطة اليد. بواسطة اليد شو وقت التجي إلها؟ من تكون الشاشة هي عبارة عن شاشة لمس تاتش سكرين، أو استخدم أقلام خاصة لهذا النوع. هنا تنتهي محاضرتنا، إن شاء الله تكون استفاديتوا من عدها، ونلتقي بالمحاضرات القادمة. بناتي هذه هي شاشة سطح المكتب اللي هي الديسكتوب، اللي هي قلنا الشاشة الملونة اللي تظهر للمستخدم بعد تشغيل الحاسوب بدقائق معينة. هذه هي الأيقونات، هاي كل اللي موجودة على سطح المكتب هي عبارة عن أيقونات اللي هي صور صغيرة رسومية صغيرة الحجم. هذه من أضغط عليها مثلا مرتين حتى تنفتح، هي هذه عبارة عن نافذة، أي عبارة عن نافذة اللي تحتوي لي على مجلدات، على محركات أقراص، على ملفات وإلى آخره. زين، وتحتوي لي هنا على شريط العنوان، هنا شريط القوائم، هنا هذه الملفات والمجلدات. شلون أتحكم بحجم هذه النافذة؟ عن طريق هذه الأزرار الثلاثة. هذا أول زر اللي هو علامة الأكس اللي هو أغلاق حتى بقى يطلع لي كلوز. هذا اللي هو أكبر أو أصغر الشاشة. هسه بقى صغرت الشاشة بنسبة معينة، من أضغط على هذا المربع حتكون على حجم الشاشة الرئيسة لسطح المكتب. هاي علامة الناقص أو الشريحة اللي هي مينيمايز، اللي هي تحول لي إياه إلى أيقونة صغيرة موجودة وين؟ شريط المهام. بقى هي أنا موجودة، من أضغط عليها تكون موجودة. هاي اللي هي النافذة والتحكم بحجم النافذة. بالنسبة للوظائف الماوس، هذه من أضغط عليها كليك أيمن تطلع لي هيك قائمة، هذا كليك أيمن. من راح أختار على أي واحد من هذه الإعازات، يعني هاي أني دا أختار دا أسوي سيلكت. الدبل كليك اللي هو مرتين نضغط عليها وتنفتح هذه النافذة. السحب والإفلات اللي هو دراج أند دروب، أضغط على هذا مثلا المجلد اللي أنا أريد أنقله وأظل ضاغطة وأستمر بالسحب باعه وأحوله إلى أي مكان أريده وأسوي له إفلات. إذن سحب وإفلات، أسحبه من المكان اللي أريده وأفلته بالمكان الجديد اللي أحطه به. هاي اللي هو دراج أند دروب. هسه أريد أعرف شاشة سطح المكتب من شنو تتكون؟ تتكون من أيقونات، زين، وشريط المهام. تتكون من أيقونات وشريط المهام. إذن شاشة سطح المكتب تتكون من الأيقونات أو تحتوي على الأيقونات، وهذا شريط المهام اللي هو تاسك بار. شريط المهام هو شنو؟ هو عبارة عن شريط يمتد على طول الحافة السفلية لسطح المكتب. إذن هو عبارة عن شريط يمتد على طول الحافة السفلية لشاشة سطح المكتب اللي هو تاسك بار شريط المهام. من جهة اليمين يحتوي لي على جهتين، جهة اليمين وجهة اليسار. من جهة اليمين ايش يحتوي لي؟ يحتوي لي على نافذة الإشعارات وأزرار وأدوات مساعدة. مثل ايش؟ يعني مثلا تغيير الإعدادات اللغة من اللغة العربية واللغة الإنجليزية اللي هي منا، زين، أو عن طريق الكيبورد كنترول وشيفت. التحكم بصوت شاشة سطح المكتب. التحكم بالصوت وين موجود؟ كيف نتحكم بالصوت؟ عن طريق موجود بشريط المهام في جهة اليمين. الشبكة، شبكة الانترنت، البطارية وغيره من الأزرار. وهنا أيضا يحتوي لي على الأيقونات اللي أني فاتحتها ودا أستخدمها. إذن هذا شريط المهام تاسك بار
يحتوي لي من جهة اليمين على التحكم بحجم الصوت، الوقت والتاريخ، وهنا يعرض لي الوقت والتاريخ والشبكات المتاحة والبطارية وغيرها من الأزرار. من جهة اليسار إيش يحتوي لي؟ يحتوي لي على قائمة أو زر ابدأ اللي هو ستارت. لأن شريط المهام تاسك بار يمتد على طول الحافة السفلية لشاشة سطح المكتب. من جهة اليمين يحتوي لي على مجموعة من الأدوات اللي هي تغيير اللغة سواء عربي أو إنجليزي، الوقت والتاريخ، التحكم بالصوت والشبكات المتاحة والبطارية وغيرها. ويحتوي لي أيضا على البرامج أو التطبيقات اللي أنا فاتحتها على هيئة أيقونات صغيرة. من جهة اليسار إيش يحتوي لي؟ يحتوي لي على زر ستارت ابدأ. زين، يحتوي لي أيضا قلنا شاشة سطح المكتب تحتوي على الأيقونات. الأيقونات اللي هي قلنا عبارة عن صور مصغرة توفر إمكانية الوصول إلى شنو؟ الملفات، المجلدات أو البرامج المخزنة داخل الحاسوب. يعني أنا من أريد أوصل التطبيق معين، المجلد معين، من الشكل مالته أعرف هذا شنو. زين، شنو أنواع الأيقونات؟ الأيقونات لها أنواع. الأيقونات الرئيسية، يعني شنو الأيقونات الرئيسية؟ اللي هي تعرف أيضا بأيقونات نظام التشغيل ويندوز. هاي الأيقونات يعني أول ما أنصب نظام التشغيل راح تلقائيا تظهر ويا هاي الأيقونات، فيسموها الأيقونات الرئيسية. شنو هي هذه الأيقونات الرئيسية؟ أول أيقونة اللي هي هذه أيقونة This PC، جهاز الحاسوب. عن طريق هاي الأيقونة أول مرة خلينا نعددهم وبعدين نعرف فائدة كل أيقونة. إذا أول أيقونة رئيسية اللي هي أيقونة This PC. ليش رئيسية؟ لأن مجرد ما أنصب نظام التشغيل تلقائيا حتظهر هذه الأيقونات ويا نظام التشغيل على شاشة سطح المكتب. الأيقونة الرئيسية الأخرى اللي هي هذه أيقونة الملف الشخصي أو Documents. الأيقونة الرئيسية الأخرى اللي هي أيقونة الشبكة Network، اللي من خلال هذه الأيقونة نضبط إعدادات الشبكة. والأيقونة الرئيسية الأخرى اللي هي أيقونة سلة المحذوفات اللي هي Recycle Bin. والأيقونة الرئيسية الأخرى اللي هي Control Panel، أيقونة التحكم، اللي عن طريق هذه الأيقونة نستطيع التحكم بالإعدادات الأساسية لنظام التشغيل. إذن شاشة سطح المكتب تتكون من أيقونات، أجي أعرف هذه أنواع الأيقونات شنو. أول نوع الأيقونات الرئيسية اللي يسموها Main Icons. ليش هي اسمها أيقونات رئيسية؟ لأن هذه الأيقونات تظهر تلقائيا بعد تنصيب نظام التشغيل ويندوز على شاشة سطح المكتب. شنو أنواعها؟ This PC، أيقونة جهاز الحاسوب، أيقونة نتورك الشبكة، أيقونة ريسايكل بين المحذوفات، وأيقونة ملفاتي أو دوكيومنتس، وأيقونة لوحة التحكم اللي هي كنترول بانل. باعوها هذه الأيقونات الرئيسية. أكيد شايفيها أنتو في حالة أنه فاتحين حاسبة جديدة لأول مرة، بعدنا ما منصبين ملفات أو مجلدات أو برامج تطبيقية. زين، الأيقونة الثانية اللي هي موجودة على سطح المكتب هاي اللي سموها أيقونة الاختصار شورت كات آيكونز. شو نعرفها هاي أيقونة اختصار؟ باعوا هي هم صور ورموز. زين، وتوفر مثل عن طريقها أني أوصل البرامج اللي أريد أفتحها أو الملفات والمجلدات. بس شو نعرف إنه هي هاي شورت كات؟ موجود هذا السهم الصغير، باعوا هذا السهم الأزرق الصغير، أعرف هاي أيقونة الاختصار شورت كات. باعوا أكو قسم بيها وأكو قسم ما بيها. زين، أنواع الأيقونات الأخرى اللي هي الملفات والمجلدات. ملفات اللي هي هذا يسمى ملف أو فايل.
بينما هذا الأصفر يسمى مجلد folder. زين، أفرق بين الملف والمجلد. هذا الأصفر هو مجلد، بينما هذني عبارة عن ملفات files. زين، هسه تقولي لي شنو معنى مجلد وشنو معنى فايل؟ المجلد اللي هو هذا فولدر هو مساحة رقمية افتراضية، مساحة رقمية افتراضية تخزن مجموعة من الملفات من نوع معين أو عدة أنواع وعدة صيغ. زين، يعني هذا عبارة عن مكان للتخزين. هذا الملف أو العفو المجلد، هذا المجلد أني أخزن به أنواع مختلفة من الملفات وبصيغ مختلفة. يعني هذا مجلد أخزن به صور، أخزن به فيديوهات، أخزن به ملفات التطبيقات معينة، أي شيء أني أقدر أخزن به. هذا المجلد من ينشئه؟ ينشئ المستخدم. أني أنشأ هذا المجلد. زين، وأقدر أغير الاسم مالته، أقدر أغير الاسم مالته. إذن المجلد هو عبارة عن مكان للتخزين، حافظة. إحنا مو عندنا حافظات نخزن بيها صور، نخزن بيها أوراق، نحط بيها دفاتر، نحط بيها كتب أنواع مختلفة. نفس الشيء بالنسبة للحاسبة، فيسموه مساحة رقمية افتراضية نخزن بيه مجموعة من الملفات بعدة صيغ وبعدة أنواع. إله اسم، وهذا المجلد ينشئ المستخدم. بينما الملف اللي هو فايل اللي هو هذا هو هم عبارة عن مساحة رقمية تخزن بداخلها مجموعة من المعلومات المتجانسة أو غير متجانسة على شكل كتلة واحدة. يعني هذا الملف أني من أنشئه، هذا الملف احتمال أحط به صور، احتمال أحط به أشكال، احتمال أحط به فيديو. إذن يحتوي على معلومات، مجموعة من المعلومات متجانسة أو غير متجانسة، نصوص أو صور أو فيديوهات بهذا الملف. زين، وينحفظ على شكل كتلة واحدة على ملف واحد، يعني ما يتجزأ. زين، من أفتح الملف ألقي به الصور اللي أنا خازنتها والنصوص اللي كاتبتها والأشكال اللي دارجتها. هذا الملف اللي هو فايل له اسم معين وامتداد معين. يعني شنو امتداد؟ الامتداد يعني يوفر لي أو أعرف من خلاله شنو نوع التطبيق اللي أنا مسوية به هذا الملف. الامتداد أعرف من خلاله شنو نوع التطبيق اللي مسوية به أنا الملف. إذن فرقوا بين الملفات والمجلدات، مجلدات فولدرز، الملفات فايل. إنه المجلد إلى اسم وليس له امتداد. ليش؟ لأنه هو المستخدم اللي ينشئه ويخزن به مجموعة من الملفات. بينما الملف إلى امتداد لأنه يوفر لي أعرف نوع التطبيق اللي أنا كاتبته شنو أو اللي مستخدمته لإنشاء هذا الملف اللي هو فايل. هذا الامتداد من شنو يتكون؟ هو متكون من 3 حروف أو أكثر تدل على نوع التطبيق اللي يعني أنشأت منه هذا الفايل، وحدد منه مو المستخدم، يحدد نظام التشغيل لمعرفة نوع التطبيق اللي تم من خلاله إنشاء الملف. باعوا هذا أعرف معناتها شنو؟ معنات هذا ملف وورد. هذا من خلاله أعرف أنه هذا ملف PDF. زين، من خلال هنا أكو يا أما ينكتب هنا يم الاسم، الاسم ونقطة. زين، والامتداد مالته. إذن اسم الملف، اسم الملف يتكون من 3 أجزاء: اسم الملف وفاصلة ونوع الامتداد. اسم الملف، فاصلة، نوع الامتداد. باعوا هنا اسم الملف، فاصلة اللي هي النقطة،
نوع الامتداد اللي هو هذا DOCX، يعني معناته document، يعني أعرف هذا نوع التطبيق هو برنامج معالج النصوص اللي هو الوورد. هذا الملف حتى أعرف نظام نوع النظام نوع التطبيق اللي أنشأ من خلاله، باعوا اسم الملف فاصلة اللي هي هاي النقطة PDF في الامتداد، عرفت إنه هذا نوع التطبيق اللي هو PDF. إذن الملفات والمجلدات، الملفات هي مساحة رقمية تخزن مجموعة من المعلومات، والكل ملف اسم وامتداد. الامتداد يحدده نظام التشغيل حتى أعرف نوع التطبيق اللي من خلاله تم إنشاء الملف. لكن المجلد هو عبارة عن مساحة خزنية نخزن بها مجموعة من الملفات بعدة صيغ وبعدة أنواع، والمجلد إلى اسم وليس له امتداد. ليش؟ لأن هو عبارة عن يخزن لي أنواع من الملفات وينشئ المستخدم، مو ينشئ نظام التشغيل.